بدأت العرض في الساحة الفنية منذ 1994 حتى الآن، يعني هنا في الجزائر وفي خارج الجزائر. صحيح أنه عرضت في عدة بلدان عربية وحتى البلدان الأوروبية، لكن بالنسبة لي أهم المعارض التي أعرضها هي المعارض هنا في الجزائر بكل صراحة، لأنه هنا البداية وهنا ابتدأ كل شيء. أسلوبي من قبل الجائحة، يعني أسلوبي هو أسلوب نوعا ما سوداوي، فأنا أرسم الإنسان وهو ضائع في حضارته في فلسفته المعاصرة، فأنا كنت أرسم المأساة، فجاءت كورونا، فذلك الأثر هو يعني لم أغير أسلوبي مثلا في مواضيعي في الرسم، فوجدت نفس يعني هناك تقارب في المواضيع، يعني لما أخذ موضوع كورونا وأثرها على في المجتمعات، فهي نفسها مثلا الفقر وأثره على في المجتمعات، على الإنسان في المجتمعات، يعني نفس هناك مآسي، هي مأساة، لأنني كنت أعالج المأساة حتى قبل كورونا، كنت أرسم المآسي. نفس الشيء في الجائحة، طبيعي أن الإنسان أو الفنان يعبر عن الأثر السلبي التي تركته هذا الفيروس في المجتمعات الإنسانية، فالكثير رسموا هذه المواضيع، يعني وظفوا هذا الأثر، هذه المآسي هذه اللي حدثتها كورونا في المجتمعات، فوظفوها في أعمالهم الفنية. هذه اللوحة يعني من ناحية المعنى، يعني رمزية اللوحة، فهناك طبيب وهناك يعني أغراض الطب مثل سكانر، مثل سرير، مثل يعني أشياء يستعملها الطبيب أو في المستشفيات، فهناك أشياء كلها يعني اللي ترمز لعالم الطب، وحده الطبيب يحملها، يعني ليس هناك، يعني وكأنه فيه ثقل كبير سقط على الطبيب في هذه المرحلة التي تمر بها الإنسانية، وكأنه الطبيب فقط يحمل كل الهم. نظرت إلى ذلك الذي لم يهر مثل ما فعلنا نحن، فقد هربنا و بقينا في بيوتنا، ويعني كاين شعور يعني بشيء من الأمان، لكن الطبيب أو الطاقم الطبي كله لم يفعل مثل ما فعلنا احنا، فهو بقي يواجه هذا الفيروس الغريب المجهول بالنسبة له.